صلى الله عليك، بالنسبة للشرك الأصغر هل يدخل في المشيئة، في مشيئة الله سبحانه وتعالى؟ فيها خلاف، منهم من قال إنه يدخل تحت المشيئة إن شاء الله غفر له، ومنهم من قال لا بد أن يعذب لكن لا يخلد في النار. وعلى كل حال، حتى لو قلنا إنه تحت المشيئة، فهل الإنسان ضامن أن الله يشاء أن يغفر له؟ أجب، ليس بضامن. حتى المعاصي غير الشرك اللي هي داخلة تحت المشيئة بلا شك، لا يجوز الإنسان أن يتهاون بها بناء على أنها تحت المشيئة، لأن الأصل هو وقوع العقاب.